نبقى في لبنان وللوقوف حول ما يحدث في المشهد اللبناني الميداني اللبناني. ينضم الينا هاتفيا الاستاذ محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. سيد محمد، صباح الخير وارحب بك على اكسترا نيوز. و يعني بقى لنا يومين ثلاثه بنشوف تظاهرات ونشوف اشتباكات بين المتظاهرين، سواء بعضهم لبعض او بين المتظاهرين وبين قوات الامن في وسط بيروت وفي موقع الاحتجاجات، ومن ثم يعقبها هدوم. ما الذي يحدث تحديدا على الساحه الميدانيه اللبنانيه؟ صباح الخير. ما يحصل هو عملية ضغط تقوم بها أقطاب من الطبقة السياسية الحاكمة، تحديدا الثنائي الشيعي أمل وحزب الله. أمل وحزب الله، بغية يعني شل الحراك أو إصابته بحالة جنود متواصلة وعدم تمكينه من استعادة نشاطه في الساحات والميادين العامة. بالأمس الاشتباك الذي حصل مع قوى الأمن الداخلي، لم يكن هناك أحد من الحراك ولكنه جرى مع قوى الأمن الداخلي والجيش بسبب تسجيل معين. أحد الشباب اللبنانيين المقيم في اليونان شتم آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في محاولة للفتنة، مش يعني ليس معروفا من هو يقف وراءه. يعني لم تصدق هذه الفئات او هذه نسميهم في لبنان اصحاب القمصان السوداء هذه المساله، حتى يعني اقتحموا، حاولوا اقتحام ساحه الشهداء. يعني هل يعقل ان تستدرج القوات الامنيه والمؤسسات اللبنانيه بناء على تسجيل صوتي ربما من اطراف سواء كانت في الداخل اللبناني او حتى من الخارج؟ يعني هي كانوا يقومون وينفذون مثل هذه المحاولات قبل ذلك عدة مرات. يكفي أن أحدهم كان يندس، أو يعني عدد معين من الناس يندس بين المتظاهرين فيشتم أحد الرؤساء، تحديدا الرئيس نبيه دري، أنه يعني يقول الشعار حرامي حرامي ويخرج، وتلوز الفرقة بهذه المجموعة تلوز بالفرار بعدما ترمي حجرين أو ثلاثة على قوى الأمن، فتقوم قوى الأمن بالتصدي للمتظاهرين و يعني ينفك الحراك أو تنفك المظاهرة. هذه المسألة المقصود منها تطويق النقمة الشعبية، تطويق الانتفاضة الشعبية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك طبعا حتى الآن. فالانتفاضة الشعبية مستمرة والمسؤولون على الانتفاضة الشعبية في لبنان واعون تماما لمثل هذه التحركات. يعني بالتجربة العربية في كافة المشاهد العربية التي نراها سواء في 2011 أو حتى كل الأحداث التي تلت ذلك، كل الاشتباكات التي تورطت فيها مؤسسات الدولة سواء من الشرطة أو الجيش وغيرها تؤدي إلى مزيد من اشتعال الوضع وليس إلى تهدئته. يعني هي ليست المشكلة موجودة عند مؤسسات الجيش والشرطة. مؤسسات الجيش تحمي المتظاهرين، بالأمس كان كل همهم حماية ساحة الشهداء والخيام الموجودة. المشكلة موجودة عند أقطاب الطبقة السياسية الحاكمة الذين يؤجلون الاستشارات يوما بعد يوم، فترة بعد فترة، مما يجعل الساحات مستباحة لمثل هذه التحركات المغرضة. يعني إذا نظرت إلى الواقع بشكل عام، سواء في العراق أو في لبنان، هناك محاولات تصفية لقادة الحراك، محاولات تصفية لرموز الحراك الشعبي، وكأنه يعني خطة ممنهجة أكبر من طيب. لكن في هذه النقطة تحديدا يبدو أنها في العراق تبدو بشكل أوضح عنها في لبنان. لكن دعنا نتحدث عن الوضع السياسي في لبنان. المشاورات النيابية كان من المفترض أن تعقد يوم غد لكنها تأجلت إلى يوم الخميس. لماذا برأيك؟ ما هو السبب الرئيس لتأجيل هذه المشاورات بينما المتظاهرون لا زالوا في الشوارع يطالبون ربما بحل سياسي لمطالبهم؟ يعني كانت الطبقة السياسية تحاول تشكيل حكومة مخالفة للمطالب الشعبية. الحكومة، الشعب يطالب بحكومة أخصائيين مستقلين وطنيين ليس لهم علاقة بكل الذين حكموا أو دخلوا الوزارات خلال الفترات السابقة منذ 30 عاما وحتى الآن، وتسببوا بكل هذه المشاكل وهذا الانهيار الاقتصادي، ودفعوا لبنان إلى ما يعني ما يقارب المجاعة العامة في لبنان. حاولوا تشكيل حكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري ووزراء أخصائيين يسمونهم هم
بمعنى عملية تمويه لإعادة التمثيل ولإعادة إنتاج هذه التركيبة الحاكمة. هذه المسألة رفضها المتظاهرون وضغطوا على الرئيس سعد الحريري كي يتراجع، حتى أن الاستشارات، صبيحة الاستشارات يوم أمس الاثنين كان من المقرر أن تجري، ولكن غاب عنها الغطاء المسيحي. يعني كل القوى المسيحية الأساسية والكبرى بما تشكل حوالي 50 نائبا رفضوا تسمية الرئيس سعد الحريري، فأصبحت تسمية مقتصرة على أمل وحزب الله وبعض المقربين من رئيس الجمهورية وطبعا تيار المستقبل. يعني لذلك اتصل الرئيس الحريري واتصل الرئيس بري بالرئيس عون وطلبوا تأجيل هذه الاستشارات إلى يوم الخميس. ما يجري الآن ليس يعني مؤكدا أن الرئيس الحريري سيسمى مرة ثانية لرئاسة الحكومة، بل شخصية من قبله يسميها هو أو يقترحها هو، لأن الضغط الشعبي والموقف الشعبي العام يرفض عودة أي شخص من طيب لماذا التيار الوطني الحر وجبران باسيل وزير الخارجية في الحكومة حكومة تصريف الأعمال يقول أن الحكومة اللبنانية محكوم عليها بالفشل وأنه يراهن على فشل هذه الحكومة؟ ما الأسباب التي دعت جبران باسيل وتيار الوطن الحر إلى الحكم إلى إطلاق هذا الحكم ربما المتعسف على الحكومة القادمة؟ هي عملية تنافس بين أقطاب الطبقة السياسية الحاكمة. الرئيس سعد الحريري يريد تشكيل حكومة من أخصائيين، لكنه هو كشخصية فهو كشخصية سياسية موجودة. الثنائي الشيعي يضغط لكي تأتي هذه الحكومة مؤلفة من أخصائيين ولكن رئيسها سياسي، وهناك أربع أو خمس وزراء سياسيون ينبغي أن يكونوا في هذه الحكومة ويمثلوا حركة أمل ويمثلوا حزب الله ويمثلوا التيار الحر. سعد الحريري مصر على عدم عودة جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، الأمر الذي دفع بجبران باسيل إلى قول هذه أو اتخاذ هذا الموقف، التحول نحو المعارضة والقول بأن أي حكومة تكنو سياسية سوف يكون مصيرها الفشل ولن تستطيع أن يعني أن تنفذ المهمات المطلوبة. هل هذه التصريحات تفسر عدم مشاركة أعضاء التيار الوطني الحر في المشاورات النيابية؟ يعني هو سيشارك في المشاورة في الاستشارات النيابية التيار الوطني الحر، لكنه لن يسمي الرئيس الحريري. هنا المسألة، القوات اللبنانية ستشارك، عندها 15 نائب ستشارك في الاستشارات. يعني أنت قلت أن بالأمس تأجلت الاستشارات النيابية لعدم مشاركة أعضاء التيار الوطني، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. نعم. الغطاء المسيحي لن يسمي الرئيس سعد الحريري، أن يسمي رئيسا للحكومة. سوف يبلغ الرئيس الجمهورية بهذه الاستشارات أنه سوف يعني يذهب نواب من الكتلتين للتشاور، لكنهم لم يسموا، لن يختاروا، لن يسموا أحد. نعم، لن يختاروا اسم للحكومة القادمة، وسوف يكون في المعارضة ويعلنون رفضهم للمشاركة أيضا في هذه الحكومة. يعني هذا كان السبب الأساسي للعزوف عن طيب أليس هذا القرار من شأنه أن يفقد الحكومة القادمة الغطاء السياسي لها في الشارع والمسيحيين نسبة كبيرة؟ يعني طبعا لن يكون هناك وزراء، يعني لن تكون هناك حكومة بغياب الوزراء المسيحيين. المسيحيون يشكلون نصف لبنان تقريبا، فلن يكون هناك حكومة، وبالتالي ينبغي البحث عن خيار آخر. هذا الخيار الآخر، هناك مرشح اسمه نواف سلام، يعني مدعوم دوليا. نعم. لكن هناك تحفظ عليه من الثنائي الشيعي. هناك مرشح آخر اسمه فؤاد مخزومي، أيضا يعني في حساسية بينه وبين التيار الثنائي الشيعي، وبالتالي له موقف من كل الطبقة السياسية الحاكمة. إلى أي مدى يمكن لهذه التصريحات، لهذه المواقف من التيار الوطني الحر والأحزاب المسيحية أن تشكل أو يراد لها أن تشكل ضغطا على سعد الحريري وعلى الكتلة المقابلة حتى يتم الاستجابة لمطالب التيار المسيحي في الحكومة القادمة؟ يعني سوف يكون هناك ضغط واقع الحال. يعني لا يمكن أن تكون هناك حكومة كما قلت بغياب هؤلاء.
أو تمثيلهم أو التمثيل المسيحي. هو منطقهم يقول ينبغي أن تكون هناك، إذا كنتم تريدون حكومة من أخصائيين ينبغي أن تكون كلها من أخصائيين ومستقلين، أما إذا كنتم تريدون حكومة سياسية فينبغي أن نكون لنا، التيار الحر يقول ينبغي أن تكون لنا مشاركة أساسية في هذه الحكومة إذا كنتم تريدون حكومة سياسية. الآن الموقف الشعبي هو الذي يحدد، الموقف الشعبي هو الذي يعني أصبح ركنا أساسيا في تشكيل الحكومة في لبنان. إما أن يقوم بمظاهرات فيلغي هذه التسمة ويلغي هذه التركيبة، وإما أن تتم الاستجابة لمطالبه. لا يعني ليس كل هذه المطالب بأكملها، ولكن تقارب الموقف الشعبي في مواقفه من أخص. ويوجد في لبنان أصحاب أهلية وكفاءات أصحاب يعني غير طبعا هو لبنان لا ينضب من السياسيين ومن الاختصاصيين أيضا. نعم. طيب سيد محمد في هذا المجال يعني التحذير الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين أو الأمس بالنسبة للوضع في لبنان، واستوقف الكثير من الأقطاب اللبنانيين حول كلمته بالتحذير من تمادي الأمور أكثر من ذلك في لبنان، لأنها ستؤدي إلى ضرب مقومات الدولة الوطنية في لبنان. نعم. ضرب المجتمع اللبناني سوف تؤدي إلى تدخل خارجي أو تدويلي في لبنان، سوف يعني يتم يعني يخلق مشكلة كبيرة تشابه المشكلة في سوريا وعملية التهجير للناس اللبنانيين بعد التهجير للسوريين. هذا الموقف الذي قاله الرئيس السيسي، هناك عدد كبير من الوطنيين اللبنانيين التيارات الوطنية المخلصة يعني المستقلة توقفت جدا عند هذا ومليا عند هذا الموقف المصري، وبالتالي بدأت الاتصالات لحلحلة الموضوع باتجاه أن يكون هناك حل توافقي ما بين الموقف الشعبي وما بين الموقف الرسمي، موقف الطبقة الرسمية. طيب. عندما تقول وزارة المالية اللبنانية أنه تم إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من سويسرا لتبادل المعلومات الضريبية، ما الذي يعني هذا الموقف وهذا القرار من قبل سويسرا، ومن شأنه أن يحقق بعض المطالب المتظاهرين الذين ينادوا بمكافحة الفساد وعودة الأموال المهربة؟ نعم، هو المجتمع الدولي الآن كله بما في ذلك مؤتمر باريس الذي انعقد أخيرا توقف عند مسألة الفساد المالي في لبنان، وتمت مواجهة الوفد اللبناني الذي كان موجودا في فرنسا بحقائق وبوثائق حتى بأسماء فاسدين استغلوا الهبات والمساعدات المالية الضخمة التي قدمت من المجتمع الدولي، ومن بينها مؤتمر أصدقاء لبنان في أوروبا ومن بينها مؤتمر صدر الأول والثاني. كانت هناك تسميات بالأسماء للمبالغ التي أهدرت وهي فوق التصور يعني بآلاف المليارات. فكان هناك طلب من المجتمع الدولي للبنان بأنه لا يمكن أن تكون هناك مساعدة أوروبية أو دولية للبنان في المرحلة المقبلة ما لم تتم الاستجابة للمطالب الشعبية وما لم يتم فتح ملف الفساد ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام. من هنا جاء الموقف السويسري الذي طلب بأن بالمعلومات عن التبادل الضريبي، وبالتالي التدخل الدولي من دون طلب رسمي من لبنان لوضع اليد على عدد من الأرصدة التي يشتبه بأنها منهوبة من المالية العامة للدولة اللبنانية. نعم، ومؤخرا لاحظنا أن الأمم المتحدة أصدرت بيان تدعو فيه القوى السياسية اللبنانية والحكومة اللبنانية والسياسيين اللبنانيين بسرعة تشكيل حكومة لاستجابة لمطالب المتظاهرين. على كل، الأستاذ محمد سعيد الرزا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، حدثتنا عن الأزمة السياسية والميدانية في لبنان.